من 5 6 سنين ما كناش نسمع في مصر عن نتفليكس، وفجأة بقى فيه نتفليكس. بس الأكيد إن الشركة اللي وصل إيرادتها في آخر سنة لأكتر من 32 مليار دولار ما ظهرتش فجأة. نتفليكس بدأت من 25 سنة وبدأت ب 40 دولار. لو ما كنتش تعرف تعال أحكي لك. سنة 1997 أجر ريد هاستينجز فيلم أبولو 13 من محل من محلات شركة بلوك باستر. المهم الفيلم بعد ما أجره ضاع منه ودفع غرامة 40 دولار، وساعتها فكر هو ليه لازم عشان أجر فيلم أروح لمحل تأجير الأفلام مرتين؟ ليه ما أجروش وأنا قاعد مكاني، أو ليه ما أجروش أونلاين؟ وعرض الفكرة على صاحبه مارك راندولف اللي كان معجب جدا بشركة أمازون وكان عايز يعمل مشروع زيها. قال له إيه رأيك نعمل ويب سايت الناس تقدر تأجر منه الأفلام اللي هي عايزاها، الفيلم يروح لهم بالبريد ويرجع من البريد. فكرة الصراحة كانت مميزة ساعتها وعجبته جدا، وقال له إحنا هنأجر أفلام بس بتكنولوجيا جديدة واسمها الدي في دي. وفعلا بدأوا ينفذوا فكرتهم وأسسوا نتفليكس سنة 1998. ولو خدت بالك كلمة نتفليكس نفسها مكونة من مقطعين، المقطع الأولاني اللي هو نت يعني انترنت، وفليكس اللي هو كان الاسم الشائع للأفلام في أمريكا. لو انت مستني انك تسمع ان هم حققوا نجاح كبير لان فكرتهم كانت مميزة وبتوفر وقت ومجهود لناس كتير جدا، فعايز اقولك ان اللي حصل كان عكس كده خالص. كانت بدايتهم متعثرة جدا ونموهم بطيء قوي، واول لما بدأوا قابلتهم مشاكل كتير. اهم مشكلة ان بس 1% من سكان امريكا هم اللي عندهم دي في دي بلاير. وبسبب النمو البطيء والمشاكل المادية اللي قابلت نتفليكس في بدايتها، راح هاستينجز سنة 2000 لشركة بلوك باستر اللي غرمته 40 دولار لو فاكرين لما ضاع الفيلم، واللي كانت من الشركات العملاقة في مجال تأجير الأفلام، وعرض عليهم ان هم يشتروا 49% من نتفليكس مقابل 50 مليون دولار، وحاول يقنعهم ان موضوع تأجير شرائط الأفلام خلاص بينتهي وحتى الدي في دي بينتهي، وان اللي جاي كله هو عصر الستريمينج. ورغم ان المبلغ اللي كانوا طالبينه كان تافه جدا بالنسبة لشركة بلوك باستر اللي وصلت ارباحها ل 4 مليار دولار، ورفضت بلوك باستر انها تستثمر في نتفليكس لانها كانت شايفة ان الشركة دي هتنتهي قريب. بس اللي حصل كان غير كده خالص، لان كل ما خدمات الانترنت كانت بتتطور وسرعته بتكبر كل ما كانت فرص نتفليكس انها تكبر اكتر. ففي 2007 نتفليكس قدمت اول خدمات الستريمينج، وفي 2012 انتجت اول اعمالها الاصليه، وفي 2013 بقت الافضل في خدمات بث المحتوى الاصلي، و2015 و2016 دخلت نتفليكس لاكثر من 130 دوله، ودخلت معاها خدمات الترجمه والدبلجه لاكثر من 34 لغه. 2021 وصلت نتفليكس لاكثر من 200 مليون مشترك في 190 دوله، وبقت عملاق الاستريمنج في العالم. في الفتره من مارس 22 لمارس 23 وصلت ايراداتها ل 32.5 مليار دولار. في 2022 انتجت نتفليكس سيت كوم اسمه بلوك باستر. ايوه بالظبط، المسلسل عن شركة بلوك باستر اللي رفضت تشتري حصة من اسهم نتفليكس. بس ايه اللي يخلي نتفليكس تنتج مسلسل عن منافس عشان ما بقاش منافس؟ بلوك باستر اللي كانت شركة ضخمة وبتحقق ارباح مهولة كل سنة فلست في 2014 ومفضلش منها غير محل واحد بس. المدهش ان نتفليكس استخدمت في السيت كوم ده الشعارات والتصميمات الاصلية لبلوك باستر، ومحدش عارف لحد دلوقتي الصفقة اللي عملتها نتفليكس عشان تقدر تستخدمها عاملة ازاي. بس في ناس كتير شافت ان المسلسل ده هو انتقام من نتفليكس للشركة اللي رهنت على خسارتها.